الدرس السابق قمنا ب تنظيف الغذائيات. إذن ثاني عملية نقوم بها وهي وضع حاجز دبور. حاجز الدبور، إذن هناك مجموعة من الطرق أنا شخصيا أستعملها، لكن وجود هذا الحاجز كما تلاحظون هو موجود في السوق، خصوصا أنا أتحدث عن منطقة شلف، هو موجود في الصيدلية التي تقوم ببيع لوازم النحل، وسعره 80 دينار جزائري. وهناك طرق أخرى إن شاء الله سوف نقوم بشرحها، وهي طرق بسيطة. إن لم يتوفر لك هذا الحاجز سوف نقوم بصنع حاجز عن طريق حاجز الملكة، نقوم بتقطيعه ووضعه أمام البوابة. ولكن ربما إن توفر كل نحل وظروفه، ربما إذا كان لديك خلية أو اثنين، من الأحسن وضع هذا الحاجز. لاحظ جيدا، نقوم بغلق المدخل الآن غلقنا المدخل، هكذا نقوم بفتح المدخل. إذن ونحن في فصل الخريف، وفي هذه الأيام تكثر حشرة الدبور، إذا فنستطيع أن نقوم بتصغير المدخل بطريقة سهلة وبسيطة، هكذا مثلا نترك 3 ممرات فقط، هكذا. وعلى حسب الخلية، وإن كانت الخلية ضعيفة يمكننا أن نترك ممر واحد فقط، هكذا. تركنا ممر واحد فقط على حسب كثافة النحل داخل الخلية داخل الخلية. إذن هذه الخلية هي فيها 7 إطارات، فمن الأحسن نترك 3 ممرات، هكذا. وبهذه الطريقة نمنع دخول الدبور. لماذا؟ لأن لو أراد الدبور الدخول من هذه الممرات سوف يهاجمه النحل. على العكس لو تركنا كل الممرات مفتوحة أو لا يوجد هذا الحاجز، إذا بطبيعة الحال فإن النحل الدبور يبحث عن أماكن ويمكنه الدخول إلى الخلية، وبذلك القضاء على النحل. إذا بهذه الطريقة مثلا هذه الخلية فيها 6 إطارات نحل، إذا نترك 3 ممرات تكفي، هكذا بهذه الطريقة. وإذا كانت ضعيفة يمكننا أن نترك ممر فقط، بهذه الكيفية كما تلاحظون ممر فقط. ولكن هذه الخلية قوية نوع ما، نترك 3 ممرات بهذا الشكل. إذن بطبيعة الحال نقوم بغلق أي ثقوب أو فتحات متواجدة بالخلية إن شاء الله. وفي الدروس القادمة إن شاء الله أسبوعيا سوف أقدم درس، سوف نقوم بصنع هذه الحواجز من حاجز الملكة. إذن طبيعة حال هناك من لا يستطيع شراء هذه الحواجز، فنقوم بتصغير الممرات ونضع حواجز حيث نصنعها من أو نقوم بتقطيع حاجز الملكة ونضعه هنا ونركبها بمسامير مثل ما هي هذا الحاجز. إذن وبالتالي نمنع من دخول الدبور، وبذلك نقلل من خطر الدبور خصوصا في هذه الأيام. إذن هذا يباع بصيدلية لوازم النحالين أو بصيدلية لوازم النحل، إذا سعرها 80 دينار جزائري، كما نقول احنا عندنا باللغة الدارجة يدير 8000 للوحدة. إذا ويمكننا شراءها ووضعها في البوابة. إذا وبهذا نقول لكم شكرا، بارك الله فيكم على المشاهدة. إخواني أخواتي النحالين، كل من يشاهد الفيديوهات قناة الظهر الفلاحية قناة عيسى بنورة، أن يشترك ويتفاعل
لكي نبقى ونستمر إن شاء الله في تقديم المعلومات، وأي سؤال أي سؤال نحن تدا الخدمة لنجيب عليه لنجيب عنه إن شاء الله. أي سؤال يمكن أن تطرحه إن شاء الله سوف أجيب عنه، وإن لم أستطيع سوف أبحث عن الإجابة باستشارة بعض الزملاء والأصدقاء، وتأكد أنني سوف أجيبك إن شاء الله. وبهذا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.